كشفت دائرة الأشغال العامة بالشارقة عن حصاد إنجازاتها في العام الماضي التي بلغت 514 مشروعاً في كل القطاعات بمدن ومناطق الإمارة بقيمة بلغت 1,700,000,000 درهم. عام 2020، ورغم الظروف التي مر بها العالم، إلا أنه من الأعوام الشاهدة على إنجازات إمارة الشارقة التي لا تغيب عنها شمس المشروعات التطويرية والتنموية. فخلال العام الماضي نفذت دائرة الأشغال العامة بالشارقة العديد من المشاريع على مستوى الإمارة بلغت قيمتها 1,700,000,000 درهم. بالرغم من التحديات والصعوبات اللي واجهتنا من جراء جائحة كورونا اللي اجتاحت العالم كله، هو تنفيذ المشاريع والانتهاء منها بحسب البرامج الزمنية المعتمدة لها. كان هذا أكبر تحدي بالنسبة لنا في الدائرة، لكن بفضل توجيهات سعادة رئيس الدائرة المهندس علي بن شاهين وجهود جميع موظفين الإدارة وجميع الإدارات الفنية، تم ولله الحمد الانتهاء من تنفيذ 514 مشروع متنوع يشمل مشاريع إنشائية تجميلية كأعمال صيانة. 514 مشروعاً متنوعاً أنجزتها أشغال الشارقة في كافة مدن ومناطق الإمارة، شملت قطاعات متنوعة وحيوية تلبي حاجات كل فئات المجتمع بما فيها القطاع التعليمي والأكاديمي إلى جانب مشاريع البنية التحتية. في قطاع البنية التحتية تم الانتهاء ولله الحمد من تنفيذ شبكة الصرف الصحي في منطقة الجوز والرمثة، واللي بتخدم جميع المباني القائمة والمستقبلية، بالإضافة إلى مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية في كل من الجامعة القاسمية ونادي الرياضي في نادي الشارجة الرياضي في فرع الحزانة ونادي الرياضي في مدينة خورفكان. مجمع القرآن الكريم بالشارقة أحد أبرز الأعمال التي أنجزتها دائرة الأشغال العامة، فهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويتميز بطراز عمراني فريد إلى جانب إنجاز عدد من المساجد ومجالس الضواحي المنتشرة في الإمارة. بالنسبة للمباني الحكومية، تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المباني الحكومية والتي تقدم خدمة مجتمعية، ومن أهمها مجلس ضاحية الحمرية ومجلس ضاحية السيوح ومجلس ضاحية الرقة، بالإضافة إلى المبنى الرئيسي للقناة الوسطى. مشاريع متنوعة ومتعددة على مستوى الإمارة نفذتها دائرة الأشغال العامة خلال 2020، مواصلة بذلك حرصها على خدمة المجتمع في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤمن بأهمية قطاع البنية التحتية، وعليه خصص له سموه 43% من الموازنة العامة لعام 2021، أي بما يزيد على 14 مليار درهم. جهود جبارة قامت بها دائرة الأشغال العامة بالشارقة لإنجاز مشاريعها الخدمية خلال العام الماضي في كافة القطاعات. لإخبار الدار هويدا الشرقي.